عليكم، أهلا بكم أكاديمية ويكو. اليوم عندنا المحاضرة الخامسة في مادة الميديسن اللي تحكي عن Occupational Lung Disease. بس قبل لا ندخل Occupational Lung Disease بالمحاضرة مالتكم، حاكين شوية عن الكلابينج. فخلنا نجي نفتهم شنو هو الكلابينج. الكلابينج هو painless، تعريفه painless soft tissue swelling، painless soft tissue swelling of the terminal pharynges. B stages. أول stage هي loss of angle. الستيج الثانية هي increased curvature. الستيج الثالثة هي fluctuation. والستيج الرابعة هو drumstick appearance. وآخر stage هو shiny appearance. خلينا نجي نشوفهم بالصور. هاي الصورة الأولى. شوفوا هنا هنا إحنا لازم نسوي فالتست اسمه شمروث تيست. شمروث تيست. شنو هذا التست؟ اخلي الاصابع السبابه مال ايدين بشكل متقابل، شلون بالصوره؟ شوفوا هاي الاندكس مال ايدين اليمنى واليسرى متقابلين. شوفوا هنا اذا صار عندي هاي الاوبننج فاي معناها الانجل نورمال ما بيه شيء، بس هنا ماكو انجل. شوفوا فهنا صار لوس اوف انجل، فهذا يدل على انه عندي كلابنج. هاي الستيج الاول. الستيج الثانيه اللي هي الانكريز كيرفيتشر. شوفوا هنا النورمال شون صاير زاوية، في حين هنا صاير كيرفيتشر منحدر. اوكي، الستيج الثالثة اللي هي الفلاكتويشن. نلزم الاصبع بهاي الطريقة ونحرك بالنيل يمنى يسرى. اوكي، راح نلاقي انه فلاكتويتنج يروح يمنى ويسرى، فهذا هو الفلاكتويشن. والستيج الرابع اللي هي الدرامستيك ابييرنس. شون صايرة ضخمه، هو سوف مثل ما قلنا مثل التعريف soft tissue swelling of the terminal pharynges. وشوفوا شلون صار شايني لما كلش. فهاي الكلابينج. هسه نجي للoccupational lung disease. شنو هو الoccupational lung disease؟ من اسمه occupational يصير بمكان العمل. هو exposure to dust، تعرض للغبار، للغازز، الغازات والفيبرز، البخار والفيومز at work can cause several different types of lung disease. ممكن يسوي لي هذا التعرض إلى هاي الأبخرة والغازات، ممكن يسوي لي واحد acute bronchitis. شنو هو acute bronchitis؟ هو inflammation of the bronchial tube، inflammation of القصبات تلتهب، يسموه acute bronchitis. يصير عندي pulmonary edema. اوكي، بعد الانفلاميشن فصير ادينا بولمونري ديما فروم ايريتنت. مثال عليه هو سيلفر دايوكسيد اللي هو ثنائي او ثاني اكسيد الكبريت اللي ينتج طبيعيا بالبراكين، وينتج ايضا هذا الغاز يطلع بالمعامل. اوكي، من المشتقات النفطيه. بولمونري فايبروسيس، تليف الرئه اللي يصير بسبب المينرال داست، بسبب دخان المعادن، بسبب دخان المعادن. الاكيوبيشنال اسما، occupational asthma اللي هو تصير هاي الأسماء تصير بالعمل، يعني بالdeveloped countries بالدول المتقدمة، يعني عندهم معامل يعني تطور أكثر. extrinsic allergic alveolitis، هاي موضوع المحاضرة اليوم اللي يتكلم عنه، مركز أكثر شيء على extrinsic allergic alveolitis اللي يسببه الorganic dust. الorganic dust مثل المولدز، يعني الدخان العضوي مثل الغبار العضوي مثل المولز، الفطريات، البكتيريا، بيستسايدز يعني قاتل مبيدات الحشرات. اوكي، هاي كلها ممكن تسوي لي يعني يعتبرها اورجانيك داست، وممكن تسوي لي اكستنسيك الرجيك الفيولايتس. الاسبستوز، الاسبستوز هو يسموه يعني بالعربي يقولون على الحجر الحريري اللي هو يطلعونه من مناجم خاصة، هي ألياف يطلعوها من مناجم خاصة. ممكن شي يسوي؟ ممكن يسوي لي برونكيال كارسينوما، كانسر يسوي لي برونكيال كانسر. آخر شي الميزوثيليوما. الميزوثيليوما هي مالجننت تيومر affecting the pleura. وين يأثر؟ يأثر البلورا اللي تحيط باللنج. Or less commonly the peritoneum، أو أقل درجة أقل البريتونيوم. طبعا هو أيضا الأكرنس مالته
ممكن بسبب الأسبستوس، شخص متعرض للأسبستوس صار عنده إكسبوجر للأسبستوس فصار عنده ميزوثيليوما. فالأسبستوس ممكن يسوي لي برونكيال كارسينوما وممكن يسوي لي ميزوثيليوما. خلنا نحكي شوية عن الأكيوبيشنال أزمة. أكيوبيشنال أزمة هاي الأزمة اللي تصير وين؟ بالعمل. فأي شخص يجيني من يعني هو بالworking age سن العمل ويقول هسه صارت عنده هاي أعراض الأزمة، فلازم أفكر بالأكيوبيشنال أزمة، خصوصا إذا قال لي إنه هو من يبتعد عن العمل مالته يعني بأيام العطل أيام الويكندز هو يحس بتحسن، فلازم أخلي ببالي الأكيوبيشنال أزمة. أوكي، هاي أكثر وين تصير بالسموكرز وبالأتوبيك إنديفيدوالز بالمدخنين. الأتوبيك إنديفيدوال شنو يعني أتوبيك؟ أتوبيك معناها أتوبيك معناها إنه الشخص عنده جينيتيك تندنسي to develop فد إميون رياكشن. أوكي، هم عندهم وراثيا إنه يصير عليهم هيك. فأول ما يبدي المريض يجي لي symptoms of rhinoconjunctivitis often proceed، يعني يجيني البيشنت sneezing runny nose okay يجيني itching عند double eye، فهاي هي symptoms of rhinoconjunctivitis. Sensitization may be demonstrated by skin testing or measurement of a specific IgE to the agent in question. فممكن نسوي skin testing okay للعنصر اللي أنا أشك به إنه هو مسوي لي occupational أسمى، أو أقيس ال IgG ال antibody اللي أشك يعني المضاد للعنصر اللي أنا شاك به اللي مسوي لي occupational أسمى. والمانجمنت ها وdiagnosis confirmed by pulmonary function test، والمانجمنت هي similar to any patient with asthma، نفس المانجمنت مالت الأسمى. هسه نجي لموضوع المحاضرة extrinsic allergic alveolitis أو الاسم الثاني مالتها hypersensitivity pneumonitis. Hypersensitivity pneumonitis results from the inhalation of organic antigens اللي قلنا عليها المولز الفطريات البكتيريا البيستيسايد مبيدات الحشرات كلها ممكن تسوي لي hypersensitivity pneumonitis. فسوي لي فد immune complex reaction وين؟ بالحويصلات الالفيولاي وبالبرونكيولز. والبرونكيولز الكومن كوزز اللي هي الفارمرز لانك والبيرد فانسيارز لانك. شنو فارمرز لانك شنو بيرد فانسيارز لانك؟ الفارمرز لانك من اسمه فارمر يعني الفلاحين اللي يتعاملون ويا القش. هذا القش خصوصا اذا كان رطب، خصوصا اذا كان رطب تصير بيه فد نوع من الفطريات. فهاي الفطريات اوكي هي اللي تسوي لي الروتيشن السبورز يعني مالتها هي اللي تسوي لي الروتيشن لللانك وتسوي لي هايبرسنسيتيفيتي نيمونايتس. والبيردز فانسيارز لانك خصوصا باللي يحبون يربون حمام يعني يصير عندهم بسبب الافيان انتيجين، هاي الانتيجينات مالت الطيور هي تسوي لي فد يعني فالسنسيتيفيتي او اميون رياكشن باللانك. فبس الهايبرسنسيتيفيتي نيمونايتس مو شرط تصير بالعمل، مو شرط تصير بالانفايرومنت يعني فد بيئه معينه او بالعمل، يعني مو شرط فارمرز او بيرد فانسيارز لانك، ممكن انه يصير بسبب ميديكيشن بسبب الدواء. واحد يعني يتعرض بالفد انهيليشنال دراج هيجي فيصير عنده ممكن هايبرسنسيتيفيتي نيمونايتس. هاي هنا انا صور الفلاح اوكي قلنا يتعاملون ويا القش، وهذا القش خصوصا اذا كان رطب يصير بهاي الفطريات السبورز مالته يسوي لي الارجي باللانك. فنفس الحكي هذا in this disease there's a wide separate diffuse inflammatory reaction وين يصير؟ بالsmall airways of the lung بالالفيولاي بالبرونكيولز وبالالفيولاي. اوكي فit is due to the inhalation of a number of different antigens the most common being microbial spores contaminating vegetable matter سترو الهي المشروم يعني هاي الخضروات اللي هي contaminated ويا السبورز مالت الهاي او القش الهي اللي يصير بي شي يسمونه يعني قلنا هاي خصوصا الرطب يصير بي
هاي الفطريات، والسبورز مالتها هي تسوي لي الاميون رياكشن. الفارمرز لانج خلينا نسولف عليها شوية. By far the most common of these diseases worldwide is farmer's lung. فأشيع مثال على الhypersensitivity pneumonitis هي farmer's lung, which affect up to 1 in 10 of the farming community around the world. Cigarette smokers have a lower risk of developing the disease due to decreased antibody reaction to antigen. Okay, فالsmokers يصير عندهم شنو يعني عندهم lower risk انه الريسك انه يتعرضون للهايبرسنسيتيفيتي نيومونايتس اقل. ليش؟ لان decreased antibody reaction يقل عندهم يعني الانتيبادي against antigen. عكس من عكس الاكيوبيشنال اسما اللي قلنا عليها شنو more common when بالسموكر الاتوبيك individuals, في حين السموكرز ما يتأثرون يعني مثل الشخص اللي ما يدخن بالفارمرز لانج او بالهايبرسنسيتيفيتي نيمونايتس. الكلينيكال فيتشرز يا طبعا هي ريسبيراتوري سيمبتومز وبالاضافه للفيفر والمالايز. فيجي المريض كاف, شورتنس اوف بريث, اوكي, سيفرال اورز افتر اكسبوجر تو بوزيتيف انتيجين, يعني يتعرض للانتيجين ورا فد عدة ساعات يجي لنا عنده فيفر ومالايز وعنده كاف, شورتنس اوف بريث, اوكي. خصوصا الشي يسمونه يمتى يجون الفارمر يجي الظهريه, اوكي, يجي الظهر او العصر. ليش؟ لانه يعني الصبح يشتغل بالقش, اوكي, ففارمر فوركينج هي ان ذا مورنينج يتعاملون ويا القش يمتى الصبح, واحنا قلنا سيفرال اورز افتر اكسبوجر للانتيجين ورا عده ساعات راح يجون, يعني يمتى يجون؟ يجون الظهر او العصر. فشوفوا may note symptom during the late afternoon and evening and evening, ممكن يصير عندهم بالعصر او الظهر او يعني مساء, with resolution by the following morning, ويروح من عندهم الاعراض بالصباح التالي. من اجي افحص المريض, من اجي افحص المريض راح القى فيفرش, القى تاكيبنيك, اوكي, من اخلي سماعتي راح نلقى كورس انسبيراتوري كراكلز, يعني من ياخذ نفس راح اسمع كراكلز, كورس كراكلز, خشنه, ويز, ويز من يذب النفس راح اسمع الويز لان هو اكسبيراتوري ساوند الويز, اوكي, مثل ما نعرف. ممكن حتى يجي المريض ساينوسس عنده ازرقاق الباور مثلا شفته الاصابع ممكن بيها ساينوسس. ليش؟ شنو سبب الساينوسس؟ الساينوسس caused by ventilation perfusion mismatch. شنو ventilation perfusion mismatch؟ هسه انا مو عندي فد حويصله وعندي فد كابيلاريز, هاي الكابيلاريز تجي تاخذ الهواء من انا المؤكسج من انا راح تجي تاخذه وتوديه لباقي اعضاء الجسم, اوكي. فانا هنا اكسجين ما جاي يوصل هواي بسبب الهايبرسنسيتيفيتي نيمونايتس, ما جاي يوصل هواي, فجاي يجي دم بس ما جاي يحصل اكسجين بالقدر الكافي, فهذا هو اللي يسموه ventilation perfusion mismatch. وميبي سيفير ممكن يكون يعني حتى سينوسس ات ريست, هو ما جاي يسوي مريض اي اكتيفيتي ممكن يلقى عنده سينوسس. الcontinued exposure leads to chronic illness characterized, يعني إذا استمر الشخص يتعرض إلى هذا الانتيجين بصورة مستمرة إيش راح يصير عنده؟ severe weight loss, effort dyspnea and cough as well as the features of idiopathic pulmonary fibrosis. idiopathic pulmonary fibrosis حتى ممكن يجون يعني كتليف, أوكي, يجي المريض عنده تليف. فأعراض التليف إنه الأكسجين يجي ينزل, يجي المريض shortness of breath, أوكي, كاف. ال investigations أول investigations شنو عدنا إحنا باللانج؟ نسوي له chest X-ray. فال chest X-ray راح يطلع لي fluffy nodular shadowing. fluffy nodular shadowing شنو معنى fluffy؟ يعني مثل الزغيبات, مثل الشعيرات. nodular يعني nodule وطالع من عندها متفرعة الشعيرات او زغيبات. خلي اراويكم الصوره ثاني. هسه شلون هاي, شلون هاي نعتبرها شنوديول, هاي طالعه من عندها
الشعيرات fluffy nodular shadowing with the subsequent development of streaky shadows, وحتى يصير عندهم streak على شكل خطوط streaky shadows. okay streaky shadows particularly when بال upper zone, أكثر شيء بالمناطق العليا من اللونج. in very advanced cases يصير honeycomb lung occurs. honeycomb يصير يعني يصير بها lung cavitations تشبه خلية النحل, تشبه خلية النحل. إذا نسوي CT إيش راح يطلع عندي؟ هيطلع عندي ground glass appearance, هيطلع عندي زجاج, صورة الزجاج المعتمد ground glass appearance. نسوي pulmonary function test. okay restrictive ventilatory defect, عفظوها restrictive ventilatory defect. وpolymorphonuclear leukocyte count is raised in acute cases. البوليمورph إذا يجيني يعني acute case, البوليمورph اللي هي neutrophil وbasophil, بس الايوزينوفيل مو ياهم. البوليمورفو نيوكليوسايت هي منو؟ هي النيوتروفيلز والبيزوفيلز والايوزينوفيلز. فهنا منو يرتفع عندي؟ راح يرتفع عندي فقط النيوتروفيلز ويرتفع عندي البيزوفيلز, في حين الايوزينوفيليا نوت ا فيتشر. ايوزينوفيليا نوت ا فيتشر. بريسيبيتاتينج انتي بوديز إذا أفحص الدم أيضاً are present in the serum. أوكي. وإذا نسوي لافاج برونكو ألفيولار لافاج راح نشوف بي تي لينفوسايت وغرانيولوسايت increased. هاي شفناهن. طبعاً المانجمنت طبعاً لازم أخلي البيشنت شيء, لازم داست ماسك يرتدي, فد كمامة أو قناع. okay with appropriate filters to minimize exposure, ومثلا اقلل reducing level of antigen. شلون اقول له مثلا الفلاحين الفار خصوصا جماعه الفارمرز لانك اقول لهم لا تتعاملون يعني ويا القش وهو رطب, لا يكون جاف, هذا راح يقلل الاكسبوجر. drying hay before storage, يعني يجففون القش قبل لا يخزنونه. بالأكيوت كيس ممكن نعطي برادنيسولون. اوكي اورال دوز نعطي 40 ملي جرام بير داي جيفن فور 3 تو 4 ويكس. اذا اجاني البيشنت هايبوكسيميا او هايبوكسيا اكسجين نازل لازم اخليه هاي كونسنتريشن اكسجين. اوكي واذا صار فايبروسيس عند البيشنت بعد هنا البيشنت راح يدخل بمعاناه, راح يصير عنده ريسبيراتوري ديسابيليتي, هايبوكسيا دائما يجي اكسجين نازل, يصير عنده pulmonary hypertension و core pulmonary اللي هو right sided heart failure, واخر شيء يصير عنده death. لprevention طبعا prevention لازم اغير بيئة العمل. يعني شون اغير؟ اقول له يعني مثل ما قلنا انه يجفف المحاصيل, يجفف الهاي بالنسبة للفارمرز لانك, يجفف القش حتى يقلل الاكسبوجر. جماعة الفانسير لانك شوية مور ديفيكولت لان هاي هوايتهم يعتبروها, فمن حاول لهم يعني يلبسون ماسكس كمامات على مود يقللون الاكسبوجر. ننطي ممكن برادنيسولون initially in large dose of 30 إلى 60 ملي جرام ديلي may achieve regression during the early stages of disease, ممكن يصير عدة تحسن. والفايبروسيس will not resolve and in some patient the disease may progress to respiratory failure in spite of intensive therapy, راح يصير عندهم فشل رئوي. وشكرا جزيلا.